احتضن ملعب دائرة الرقاصة بولاية البيض التصفية الجهوية المؤهل إلى البطولة الوطنية لجمعيات مدارس كرة القدم، صنف أقل من 11 و 13 سنة. التصفيات شارك فيها 5 مدارس تحت إشراف الرابطة الولائية لكرة القدم. نور الدين بالبشير والتفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. معك الشيخ امين مدرب المدرسه الرياضيه تكوين مواهب شابه. هذه بطوله تاع المدارس، جمعيه المدارس لكره القدم، جمعيه المدارس الرياضيه لكره القدم اللي راه منظمتها في الرقاصه، باسكو الشيخ بلال هو المنسق تاع الجهه هذه الجانب المقابل. بالمناسبه نشكره مدينه الرقاصه وعلى راسها منظم الدوره الشيخ بلال السماحي على توفير الجو الملائم للدوره، على حفاوه الاستقبال، على كرم الضيافه. ونشكروا جميع القائمين وجميع الفرق اللي شاركت، ونشكروا القناه السابعه اللي تفضلوا وجوده التغطيه بالنسبه لهذه الدوره. اولا نشكر القناه السابعه على التغطيه، وكما راكم تشوفوا اليوم رانا في الدور الجهوي المؤهل للدور الوطني، الدور الجهوي اللي شاركت فيه 5 فرق في الصنف اقل من 13 سنه، فريقين من الصنف اقل من 11 سنه.